كده تمت العرض صح؟ اه كده تمام، تسلم ايديك. sccho.bot.com ده الموقع، ساين اب ولوج ان. حضراتكم طبعا خلاص عملتوا حساب، انا الحسابات كلها انا عملتها، وتفعل لها الباقة الجمعية بتاعتكم. ده هتدخل من لوج ان كل مرة، بس انا اعرفك الموضوع من الاول. يعني طبعا ده الكونتاكت بتاع الموقع، ده الخدمات بتاع الموقع، الترجمة والتحويل من البي دي اف الوورد والسيرش انجن، ده بعض التستومينيالز، بعض شهادات بعض الناس اللي جربت، ده الفيسبوك بتاعنا واليوتيوب والانستجرام والتويتر، ودي المقالات الموجودة، البلوج اللي موجودة. أنا عايز أسجل لأول مرة، ساين أب، نمنا البيانات دي، اسمك عربي أو إنجليزي، الإيميل، الإيميل بيجي لك عليه رسالة تأكيد، بعد كده رقم الواتساب، بعد كده الكلية اللي حضرتك متخرج منها، التخصص بتاعك، بعد كده باسورد حضرتك تكتبها زي ما أنت عايز من 6 حروف أو أرقام، ودي الشروط بتاع الخدمة، وساين أب. الباسورد اللي هي معمولة لحضراتكم كلها من 1 ل 6، لو عاوزتوا تغيروها بعد كده براحتكم خالص غيروها، بس أنا موحد الباسورد عشان إيه، حضراتكم ادتوني إيميلات، كل الإيميلات أنا دخلتها وعملت باسورد واحدة للجميع، 1 2 3 4 5 6، براحتكم بقى أنتوا حضراتكم غيروها، فيما عدا الدكتورة إيمان النقيب هي اللي لقيتها كانت مسجلة بس، اللي بقى أنا كنت له عملت له. في حد دخل؟ عن إذنك أنا بسجل الورشة. تمام دكتور هاني، زي ما كنت متفق مع حضرتك. اه تمام، احنا محتاجين والله بعد كده الريكورد يعني برضه. ماشي، هبعته لحضرتك، هنشره وهبعته لحضرتك الرابط على طول إن تمام شاء الله، اتفضل. ببلغه بس عشان تبقى طيب. أنا كده سجلت ساين أب، بيجيلي رسالة للتفعيل على الإيميل بتاعي على الإنبوكس أو السبام. تمام، انا كده خلاص مسجل حضراتكم كده، الايميل اللي حضراتكم اديتهولي مع الباسورد، بضغط لوك ان، بدخل اول خانه الايميل والباسورد بتاعتي اللي هي من 1 ل 6 لحضراتكم كلكم. عاوز تغير الباسورد اعمل ريسيت باسورد، ريسيت باسورد اهي، غير زي ما حضرتك عايز. بعد كده لوج ان، بتدخل على الحساب بتاعك، الحساب هتلاقي فيه اد ريسيرش بالعرض كده، وهتلاقي فيه فيديو شارح بالعربي وبالانجليزي للخطوات اللي جوه كمان كدليل ارشادي، يعني ماشي على القناة بتاع اليوتيوب بتاع سكوبوت. طيب في كونتاكت سبورت لو عاوزت اي حاجة من الدعم، وفي البروفايل بتاع حضرتك، لو ضغطت على بروفايل هنا. دكتور سعيد شايفني كويس؟ بروفايل اهو، اه شايفك ده يا فندم. يور بروفايل، لو عايز حضرتك تعمل شكل او تغير اي بيانات جوه براحتك. تمام، زي الفيس، زي حسابك على الفيس، اعمل اللي انت عايزه فيه، الاكونت بتاعك، سنة، تاريخ التسجيل، وعدد الابحاث، يعني ده يعتبر تقرير باللي انت عملته على حسابك، عدد الصفحات اللي دخلت، عدد المراجع اللي دخلت، الباراجرافات اللي طلعت كنتائج، انت دخلت على الموقع قد ايه، كل حاجه بياناتها هنايا. تمام، بعد كده هتلاقي في الداشبورد بتاعت حسابك حاجتين، سكوبوت وبي دي اف وورد، ده التحويل من بي دي اف الوورد، بتحول بسهوله ان انت بترفع بس البي دي اف على طول، وبتحدد هو لغته عربي ولا انجليزي عشان طريقه التحويل مختلفه بالنسبه لهم بالنسبه لتعامل الموقع معاهم، وبعدين كونفرت. طيب انا كده خلصت التحويل، عايز بقى ابدا اعمل شغلي على سكوبا. ادرس سيرش، بيجي لي هنا بعض الخانات اللي عباره عن كلمات مفتاحيه وعناوين. انا دلوقتي اتفقت مع حضراتكم ان حضراتكم عملتوا خلاص عنوان وخطه، وكمان حضرتوا بعض المراجع البي دي اف اللي انتوا نزلتوها من على جوجل او من على كونكتد بيبرز او من
اي موقع بتاع مراجعة، في اي مشكلة في المراجعة مع حضراتكم اشرح لكم موقع كويس. في اي مشكلة في المراجعة مع حضراتكم؟ لا هو مفيش مشكلة إن شاء الله في الحصول على المراجع، بس لو عند حضرتك تجربة يعني أمثل أو أفضل مفيش مشكلة نستفيد يعني. طيب حاضر، انا دلوقتي هنقف عند هنا في سكوبوت، وبعد كده ايه هنرجع تاني. في موقع اسمه Connected Papers، ده الموقع ده اعتبره زي جوجل سكولر بس على حاجة صغيرة كده. طب هو ايه الفرق ما بينه وما بين جوجل سكولر؟ هو بيعمل كل حاجة جوجل سكولر بيعملها لغاية ان هو يجيب لك بس عناوين الابحاث اللي انت بتجيبها اللي انت عايزها كلها. لكن بنقف بقى هنا، انا مثلا كتبت العنوان ده، هو خلاص جاب لي زي جوجل سكولر لا حاجات ايه، وانا احمل زي ما انا عايز احملها. انت حتى بتحملها من سيمانتيك او من جوجل سكولر عادي خالص، اهو بي دي اف اهو، اضغط وحمل زي ما حضراتكم عارفين. طيب ايه الفرق بقى؟ الفرق ان انا لو ضغطت على عنوان زي ده كده هيجي لي متغيرين جداد. اول حاجة شكل بياني، شكل البياني ده عبارة عن كل الابحاث المتعلقة بالبحث اللي انا اخترته كدراسات سابقة له او لاحقة له او متعلقة بيه، في شكل بياني وفي جدول. شكل البياني عبارة عن العنوان اللي انا اخترته مع كل ما هو متعلق بيه، كل ما اللون ده يغمق يكون قريب من العنوان ده بناء على السيتيشن او بناء على عدد المراجع او سنوات النشر. تمام، لو كل ما اللون يبهت ده يبقى ابعد منه، مش ابعد منه في السنة، مش موضوع سنة، موضوع المعايير بتاعته. طيب انا مش عايز شكل بياني، طبعا كل ما بدوس على الشكل البياني اهو، كل ما بضغط كل ما على اليمين بيجيب لي البيانات بتاعته، السمري عنه وتعرف تنزله ازاي والسيتيشن ومين المؤلف واسم البحث. طيب انا مش عايز شكل بياني، انا عايز جدول عشان يبقى انا كده جبت كل مراجعي جملة واحدة، يبقى انا كده جبت كل مراجعي جملة واحدة. شايفين اكسباند اتفرد بقى جدول، الجدول ده عبارة عن المرجع اللي انا ضغطت عليه في الاول اللي انا دخلت بيه اصلا هنا، والمراجع المتشابهة بيه أو الدراسات المتعلقة بالموضوع ده وبتتكلم عنه، اسم المرجع، اسم المؤلف، سنة النشر، والسيتيشنز والريفرنسز والسيميلاريتي لده، درجة التشابه ما بينه. كل واحد فيهم له معيار إن ده قريب منه. هي دي الحتة الجديدة اللي الموقع ده بيعملها، إن هو بيجيب لك كل دراساتك السابقة المتعلقة بالموضوع في جدول أو في شكل بياني، وانت تحملهم كلهم مع بعض. لو انت ضغطت هنا كده مثلا ثبتته، فانت جبته ونزلته هنا، نزله ببساطة وينزل بي دي اف حمله، يبقى انت كل مراجعك نزلتها وانت متأكد ان دولت كلهم متعلقين ببعض بدرجة معينة، فانت هتنتقي بقى بينهم زي ما انت عايز، هتشوف اللي انت عايز بقى احدث حاجة، هتشوف انت عايز اكتر حاجة تاخد منها سايتيشن، مع العلم ان ده تاخد منه 8839 سايتيشن. تمام، طيب نرجع تاني لسكوبوت، ده من افضل المراجع اللي تنزل بيها احدث الدراسات والابحاث المتعلقة بالشغل بتاع حضرتك. موجود منه عربي بس العربي بتاعه مفهوش الشكل البياني، يعني لو كتبنا كلمة اقتصاد بالعربي هنلاقي ليها مراجع لكن مش هنلاقي ليها ولا شكل بياني ولا جدول، علشان مفيش عندنا ربط ما بين اللي بياخد منك السيتيشنز. موجود هنا، موجود، بس لو دخلت هنا كده، لو ضغطت انا شايف الكلمة اللي هي نازلة دي اسمها no not enough citations and references to build a graph. تمام، الجديد بتاع الموقع ان هو بيلم لك كل حاجة مع بعضها في شوت واحد. طيب انا دخلت على سكوبوت، خلاص انا حضرت المراجع بتاعتي، مثلا هنجرب النهارده بخمس مراجع، انت تقدر ترفع كل المراجع اللي انت عايزها، وانا عملت الخطه بتاعتي اهي.
اللي هي الكلمات المفتاحية والعنوان بتاعي وعناوين المتغيرات بتاع الرسالة بتاعتي أو البحث بتاعي، وأعمل لك مثال بالعربي ومثال بالإنجليزي. طيب أنا دلوقتي أول خانة ده اسم البحث، اسم البحث مشاركة المعرفة، الكلمات المفتاحية اللي هي أي كلمات جوهرية أو أسماء المتغيرات بتاعتي، تمام؟ فأسماء المتغيرات بتاعتي 3: رأس المال الاجتماعي ورأس المال الفكري ومشاركة المعرفة. خد كوبي بيست كده على طول، تمام؟ كمان الانجليزي، انا اعرف اعمل الانجليزي والعربي مع بعض، ينفع. عايز تفصلهم في اد ريسيرش تاني من بره ينفع زي ما انت عايز. طبعا انا كده حددت ان انا هشتغل باللغتين، فده مش فارق بقى معايا، ده تبقى مجرد تنسيق، اختار دي او دي مش فارق، او ما تختارش خالص برضو مش فارق. بعد كده هبدأ هنا، ده تيبل اوف كونتنتس، أبدأ أسجل العناوين بتاعة المتغيرات بتاعتي أو عناوين الرسالة بتاعتي أو عنوان الكتاب اللي أنا ناوي أعمله وعايز له كل ما هو متعلق بيه. طيب أبدأ هنا، ده عنوان رئيسي، في عناوين فرعية مشتقة منه أكتبها كوبي بيست. يعني إيه، يبقى أنت محضر حاجتك، هتلاقي التدخيل مش هياخد وقت من حضرتك. طبعا الخانات دي مفتوحة إلى ما لا نهاية، يعني انت براحتك خالص تسجل فيها زي ما انت عايز. لا هو في مشكلة في الصوت ولا المشكلة عندي؟ أنا برضو عندي لا مشكلة. حضرتك، احنا مفيش صوت خالص، احنا هو الدكتور بيشغل بيدخل الداتا بس، تمام، يعني هو في بيوري صوت كده حضرتك وصل انا عامل ايه دكتورة؟ ازاي. ايوه تمام، اصل انا يعني فجأة لقيت الصوت سكت، معلش انا اسف. ولا يهمك، اسفل ايه. طب كويس. الشاشة يا دكتور، الشاشة يا دكتور خرجت. طيب انا اهو تاني كده وصلنا تاني يا جماعة، صوت مظبوط. وصورة كده وصل، تمام. تمام. لا بركة.
كده اهو. عايز تعمله معنوين رئيسية اعملهم، ده مفيش مشكلة، اللي هو المشتق منه مفيش مشكلة برضه. تمام. طيب كده كل متغير تحته كام عنوان اهو، عشان نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بعد كده انا بسيب اللي انا عملته، بحفظ اللي انا عملته ده كله، كرييت ريسيرش، بدخل على الصفحه الجديده، اسم العنوان، اسم الكتاب اللي انا ناوي اكتبه او البحث اللي انا ناوي اعمله. بعد كده هلاقي التيبل اوف كونتنتس اهو، كل العناوين اللي انا كتبتها اهي اتحفظت، والكلمات المفتاحية اهي. طبعا عندك مواضيع تانية اكتب وزود، عايز نرجع للموضوع ده تاني ارجع له تاني عن طريق ضغط على edit، هتلاقيك رجعت تاني. عايز تزود حاجة، لو احنا مثلا ما كتبناش العنوان الانجليزي هنا كده هنزوده في العنوان اهو، زودناه. بعد كده عايز تشيل حاجة، عايز تحط حاجة، انت عندك الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه زود عناوين زي ما انت عايز. كل اساله واعمل مترادفات للعناوين بتاعتك، كلمه التعريف اعملها مفهوم، اعمل ماهيه. بعد كده بعمل ابديت، انا بحفظ تاني اللي انا عملته عشان اللي انت عملته ما يروحش. في الخانه الثانيه ريفرنس وسيرش ريزلتس، النتائج اللي هتطلع من لما احط الريفرنس وانا كده كتبت التبل اوف كونتنت اهي. تمام. وده الدرافت، هكمل دومن بعد ما نرفع الريفرنسز. ضغطت عليها لقيت في اد ريفرنس، اضغط ارفع على طول كده المرجع اللي انت عايز ترفعه. هنبدأ مثلا بالانجليزي، ما تصبرش عليه، انت كمل على طول. هات انا مسجل اسمه عليهم، خده اول خانة ده النيم اللي هو بتاع اسم البحث نفسه. تاني خانة اسم الكاتب، اسم الكاتب وسنة النشر. تمام. وكده هو اترفعه. طيب عشان هو انجليزي انا بختار اللغه انجليزي، وبفرق ما بين حاجتين، هل هو البي دي اف نفسه تكست ولا ايمج، تكست ولا ايمج. طب انا بعرف تكست ولا ايمج ازاي؟ يعني اسهل طريقه لمعرفه الاثنين، اللي هو انت لما هتدخل على البي دي اف نفسه وضغطت جواه، هل تظلل وخدت منه كوبي ولا لا؟ يعني دي اسهل حاجه ما بين التفريقه ما بين التكست والايمج، اللي هو النص المكتوب او المحفوظ كتكست او ايمج. ده تكست اهو. طيب خلاص انا كده عرفت ان هو تكست. طيب هو وان كولوم ولا تو كولوم؟ وان كولوم هو مكتوب على عمود واحد اهو. طيب تو كولوم زي ايه؟ زي ده كده مثلا، اللي هو زي المجلات العلمية معظمها بتلاقيها عايزة تنشر، يعني عايزة تنشر أكبر كمية ممكنة في أقل كمية أو عدد من الصفحات، فبتلاقي بقى عاملة بونت 12 وقسم الصفحة نصين عشان الصفحة تتحمل كلمات أكتر. فحضرتك دخل المدخل ده سليم علشان الموقع يقرأ، المكنة تقرأ الموضوع، لأن لو دخلناه مثلا يعني هو كان تو كولوم وإحنا دخلناه في كولوم مش هيطلع لك منه اي نتائج، ولو هو ايمج ودخلته تكست مش هيطلع لك منه اي نتائج لانه مش هيتقرا اصلا. فمدخلات سليمه بتطلع لك نتائج عظيمه. تمام. طيب احنا كده هو تكست وان كولوم، كرييت ريسورس كده بتحفظ، ما تستناهوش، اضغط كمل ارفع المرجع بتاعك، هات اسمه اهو، كوبي بيست. حضراتكم سامعيني صح؟ سامعيني يا جماعه؟
ايوه الصوت مسموع يا فندم. ايوه يا فندم. ايوه معك. تمام. كده بحث عربي. كده عربي. عفوا دكتور الصفحة مش باينة. في مشكلة عندي في النت، ثانية واحدة بس. لا لا تفضل تفضل. كده وصل انا يا جماعة. ايوه تمام كده البحث، البحث اترفع اهو. نشوف اللي بعده. ده سواء بقى سكانر او سواء تكست او ايمج، هو زرار واحد بس بتضغط عليه، مالكش دعوة انت بقى بالبقية الايقونات. تمام. كرييت ريسورس عربيك وكرييت ريسورس، وما تنتظرهوش برضو. في حد بيرن؟ دكتور محمد مصطفى حضرتك شايفنا؟ طب هو دكتور محمد مصطفى دخل معانا؟ دكتور هاني؟ مع حضرتك يا دكتور. لا بس الشاشة راحت يا دكتور. ما انا رجعت تاني بس عشان في حد كان كاتب رسالة في الشات ان هو مش عارف يدخل. هو كده دخل ولا ما دخلش؟ انا مع حضرتك بس ده حد تاني عايز يدخل بس الظاهر الرسالة دي بتظهر له. هو الرابط سليم، هو يحاول بس تاني معلش. تمام شكرا. كده الموضوع شايفينه حضراتكم؟ تمام تمام. ده كده الاسم، ده اسم الاوثر وسنة النشر. انا عملت سايتيشن بتاعي عربي اهو، كرييت ريسورس. تمام. ده بيعمل بروسيسنج اهو شغال. الانجليزي خلاص هتعمله بروسيسد ومية في المية. ده العربي اهو اول واحد شغال بروسيسنج، ودولت ويتنج ده شغال اهو. طيب كلمة فيو لو انا دخلت عليها، كلمة فيو موجودة جنب الاربعة هما، اضغط عليها كده. هلاقي فيه البي دي اف اللي انا لسه رافعه اهو، البي دي اف اللي انا لسه رافعه اهو، تحويل الوورد اهو، تم تحويل الوورد اهو. تمام. لو انا حاولت انزل الوورد ده اهو وفتحته،
هلاقي ده تحويل الوورد البي دي اف اهو، البي دي اف الوورد اول صفحه العنوان اهي بتاع البحث اللي انا اللي تم تحويله والكلام اللي تم تحويله اهو. كلمات سليمه اهي. طب انا عايز العب في العب فيه براحتك، عايز تزود حاجه، عايز تنقص حاجه، زي ما انت عايز اعمل. تمام. بعد كده يرجع تاني بيتم التفعيل اهو، شغالين. التاني خلص اهو، التالت 83%، بروسيس داون. هل لغاية هنا في أي مشكلة يا جماعة معاكم؟ لا أبدا، تمام لحد دلوقتي. احنا كده بن بن بنأهل نفسنا لسه، رفعنا الخطة بتاعتنا، وبعد كده بنرفع الداتا اللي هيجي لنا منها كمالة، يجي لنا منها الاقتباس بتاعنا. المفترض دكتور دلوقتي ان هو في ضوء الخطة اللي انا حطيتها او النقاط المرتبطة بالخطة اللي انا حطيتها هيخش على الابحاث دي يطلع لي المعلومات المرتبطة بالنقاط دي ويحط لي تحت كل نقطة المعلومات الموجودة في الابحاث. انا فاهم صح؟ بالظبط يا فندم، بالظبط. بدل ما اخش انا اقعد اقرا كل بحث لوحده واطلع الحاجات المفيده واوزعها، هو هيقوم بالدور ده كمساعد ليه. بالظبط بالظبط، هو عامل مساعد واداه قوه للباحث قويه جدا، بتخليه يعمل بحثه بنفسه باقل وقت واقل مجهود. هو كده بيسهل لي، بدل ما ادور انا في البحث على نقط النقط ديت، لا هو بيحطهم لي قدامي انا بقى بعد كده اقراها واطلع المفيد بالنسبه لي في كل نقطه من النقط. بالظبط بالظبط يا فندم، يعني في الاخر انت هتشتغل بعده. اه ما تمام، هو يعني اداه مساعده، مطلع لك اجزاء حرفيه انت هتعمل بقى التوليفه بتاعتك. بس هو خلي بالك ان هو بيعمل ايه، بيطلع لك اللي انت بتدخله له مثلا 1000 صفحه، هو بيجيب لك 10% منهم كنتائج. فهو كده ريحك من 90% من الحاجات اللي انت مدخلها له، وجاب لك مباشر 10%. تمام كده خلصنا اهو، كده الحاجه جاهزه، عربي وانجليزي، العناوين بتاعتي انا دخلتها، الريفرنس بتاعتي بتاع التجربه. واحد حضرتك الباقه اللي معاكم معاكم لغايه 50 مرجع، مجموع ال 50 مرجع 500 صفحه يعني اوراق بحثيه. عايز ترفع مراجع كبيره معاك لغايه 200 صفحه المرجع، والروبوت بيوقف بعدها. ماشي. طيب سيرش ريزلت هنا في خيار اساسي اهو، وفي خيارات فرعيه. ماشي، خلينا كده نبدا بالاساسي بتاعنا. اضغط هلاقي اول حاجه العنوان الاساسي اهو، هلاقي في سيف اس درافت والسيرش ريزلت، العنوان الأساسي، العنوان الفرعي اللي أنا كتبته، جايب لي تحته فقرة مقتبسة من المرجع ده اهو، من الصفحة ده، الصفحة ايه، اسم المرجع واسم المؤلف بيظهروا كمان في الوورد اللي أنا هوريه لحضرتك دلوقتي. يبقى كده معانا العنوان، معانا الفقرة المقتبسة من المرجع ده اهو، معانا البيج بتاعتها الصفحة بتاعتها من المرجع البي دي اف اللي انت رفعته، معانا الايقونة دي ايقونة الكوبي لو انت عايز تاخد دي لوحدها كوبي، ودي ايقونة الترجمة من انجليزي العربي، هجربها لحضرتك دلوقتي على الانجليزي. طيب انا مش عايز عايز فقرة قبل دي، انا عايز اذاكر من المرجع. هو كده اشاور لي على الحته المتعلقه بالموضوع، وانا عايز اخش فيها نفسها. عايز اخش على المرجع، هل ارجع للبي دي اف؟ انا ما هو البي دي اف عندي اهو، هل ارجع له خالص؟ البي دي اف تم تحويله الوورد عندي. ماشي، فلو انت ضغطت على الصفحه كده، انا ضغطت على الصفحه من هنا اهي، الايقونه هنا. دكتور سعيد حضرتك شايفني؟ ايوه شايفك يا دكتور، شايفك مع حضرتك كده واضح؟ تمام، اه واضح جدا، واضح ما شاء الله.
دكتور سعيد من أسرة سكوبوت، ربنا يبارك لنا فيه. الله يكرمك. دكتورنا من مركز البحوث، الله يديله الصحة ويرضى عنه. بص حضرتك، وانا كده هدخلني على صفحة البيج 45 دي، هدخلني على البيج 45 فين حتة؟ في البي دي اف ولا في الوورد؟ لا، في الـ في الـ في الاصل البي دي اف، لكن بعد ما تحول لوورد على الموقع. تحول لوورد. في اصل البي دي اف. في حاجة اسمها بي دي اف عندنا بقى. كده كده فككناه. انا بس هضيف حاجه كمان للدكتور، انت حضرتك مش هتاخد بس الـ 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 مش هيركز لك ويجيب لك الاجزاء اللي فيها الكلام بس، هو جايب لك كده كمان تحت الريفرنس نفسه والصفحه والفقره اللي انت يعني الصفحه والفقره اللي انت تخش عليها. اضف لذلك ان هو في الاخر في ملف البي دي اف في الاخر هتلاقي الريفرنس ده مكتوب في الاخر خالص. ايوه معنى كده ان هو اقتبس لك كل الاقتباسات اللي انت عايزها وحطها لك قدام منك، 10 اقتباسات من 10 صفحات من 10 بحوث جابهم لك قدام منك، انت بتركز في نقطه واحده، نقطه البحث. طبعا احنا هنا ما استخدمناش الا هما في 3 متغيرات، وعلى كل متغير مرجع واحد بس، فكل النتائج هتطلع من مرجع في كل متغير. فخلينا ندخل كده على الصفحه ايه، ضغطت عليها دخلتني على الصفحه جوه المرجع. الصفحه تم عاملها هايلايت اهي، ودي الفقرة اللي قبلها، دي الفقرة اللي بعدها. طبعا عايز الصفحة اللي قبلها previous، تصفح بقى، عمق نفسك في الحاجة بتاعتك براحتك خالص، تصفح زي ما انت عايز. تمام. طيب انا عايز اكمل هنا، ده كده العربي، الاجزاء العربي اللي جات لي من المراجع العربي اللي انا رفعتها. طيب تعالى كده ننزل تحت نجيب شوف الانجليزي. ده العنوان اهو، والعنوان الفرعي اللي احنا اشتقناه منه، ودي الفقره اللي طالعه من المرجع اسمه، والصفحه اهي تم عمل هايلايت اللي هي برضو الفقره اللي تم اقتباسها اهي كلها من المرجع ده. الصفحه اللي قبلها، الصفحه اللي بعدها، براحتك خالص، الحاجه موجوده على الحساب بتاعك. طيب ده كوبي، لو احنا عايزنا ناخدها كوبي بيست ونترجمها في اي مكان، او زي ما انت عايز اعمل بالفقره اللي انت عايزه، او زود بيها، او خدها كوبي او بيست. وانت كمان ممكن تاخد من هنا كوبي للفقرات التانيه اللي انت هي ما جاتلكش هايلايتد عليه، ده كله وورد، خده كوبي عادي اهو، يتنسخ عادي وتاخد تعمل بيه اللي انت عايزه. تمام. طيب انا عايز بقى كمان ايه، اترجم. اضغط هنا، دي علامه الترجمه، اهي دي اللي هي الدراسة اللي مستشفين منها الموضوع، ودي طيب ترجم كمان بالإضافة إلى مراجعة الأسس النظرية والنتائج التجريبية لإدارة المواد البشرية الاستراتيجية. ناقشت العديد من مقالات المراجعة أيضا القضايا المنهجية في هذا المجال. قمنا بترميز القضايا المنهجية التي ناقشت بشكل شائع إلى 5 فئات: قياس أنظمة إدارة الموارد البشرية، قياس نتائج الأداء، مستوى التحليل وتصميم البحث، والمتغيرات المفقودة. لجدول 2، نناقش بشكل أساسي القضايا المتعلقة بقياس أنظمة إدارة الموارد البشرية، حيث جذب هذا أكبر قدر من الاهتمام من المراجعات السابقة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا المنهجية الأخرى. طيب ده كده بقى أنا عايز أنزل وورد، هو أنا ممكن أخده وورد كده أو لو عايز تاخده كوبي هنا، أو خده أنت كوبي براحتك، بس انا عايزك تذاكر من على الموقع. طب هتذاكر ازاي؟ بحاجتين، بان انت هتاخد جزء تقراه، جزء تقراه. طيب انت قرات النهارده وعايز تكمل بكره او بعده، وانت عايز تحذف حاجه من اللي انت لقيتها ده كله، من ده كله مثلا انت عايز تحذف منه، احذف براحتك خالص، خدها سيف اس درافت، اضغط هنا هيدخلك على متغيرين، ان انت تنزلها بي دي اف وورد على طول كل النتائج وورد، وعندك ان انت تحذف منها اثناء شغلك. انا دي الفقره دي مثلا لقيتها مش متعلقه قوي بالموضوع بتاعي، احذفها، اتحذفت كده من عندي، مش هتظهر لي تاني. طب انا مش عايز دي تتحذف، انت ما دام ضغطت تتحذف خلاص كده مش هتظهر لي تاني. طيب اللي انا عايز انزل ده كله، عايز انزله بقى في البي دي اف، اعمل له داونلود اهو، الداونلود ده
لو انا فتحته كده هلاقي كل حاجه متنسقه، العنوان في صفحه او العنوان فرعي، الفقره بتاعته، البحث هنا اهو، سنه النشر، اسم المرجع، سنه النشر، رقم الصفحه. طيب تعالى كده ننزل للانجليزي اللي احنا ترجمناه، هو كله هتلاقيه كده الانجليزي بقى اللي احنا ترجمناه، الترجمه نازله مع الحاجه اللي احنا نزلناها، المرجع اهو، العنوان، الفقره، اسم المرجع، اسم المؤلف، سنه النشر، رقم الصفحه. دي الترجمه ايه العربي اللي انت عملتها. نفس الفقره الثانيه. لحظه واحده يا دكتور، ارجع لي بالفقره دي تاني، ارجع لي بالفقره دي تاني بس حضرتك الله على حاجه. لو لاحظت حضرتك، ايوه انا عايز الترجمه العربي والتوصيه بمرفين لحظه واحده يا فندم، لحظه واحده. حضرتك انت شايف دلوقتي الترجمه مكتوب بالعربي اهو، خلاص حضرتك، ومكتوب المرجع بانجليزي، وهو انجليزي مكتوب انجليزي برضه، ما كتبلكش عربي. ايوه هو بيفرق ما بين الاثنين يا فندم. حضرتك دي برضه حاجه الاتنين. وبالمناسبه هنا انت حضرتك مش تكتب ولا كلمه، يعني اي باحث هيقعد على سكوبت مش هيكتب ولا كلمه، هو هيجمع له كل حاجه مش غير ما يكتب حرف، وهياخد ده كله كورد زي ما حضراتكم شايفين، مش محتاج اكتر من تنسيقك انت او تنسيق المجله اللي هتبعت لها او تنسيق الجامعه على حسب ما انت عايز. بالظبط. كمل يا دكتور بعد اذن حضرتك. الله يفتح ليك. طيب استاذن حضراتكم، بس عندي سؤال كده، استفسار بسيط بس. تحت امرك يا فندم. هو الموقع بيعمل سامورايز ولا هو بس بياخد اللي هو الاقتباس بس؟ لا هو بيشاور بس على الجزء المتعلق بالموضوع، ما بيعملش سامورايز ولا بارافريز. يعني البوت مش بيسينك في البيبر وبيفهم معناها صح كده، هو بياخد بس سبسكريبت من البيبر وخلاص صح؟ لا عنده عدة معايير لاختيار الموضوع، ما هوش بس حرفي، هو عنده معايير غير مباشرة بيدخل ليها على الفقرات. فحكاية سينك دي خلينا نتكلم فيه، لكن هو ما بيعملش اكتر من ان هو بيشاور لك على الجزء المتعلق بالعنوان اللي انت حطيته، لكن سامرايز او بارافريز او سينسيسايزنج مش بيعمل الكلام ده، الباحث بيشتغل بعده. انا بس اسال اخد سؤال من حضرتك برضو، يعني هو انا هستفيد بيه ازاي بقى؟ يعني انا هجيب للريفيو فور ليتشر بس يعني، او الدراسات السابقه فقط لا غير؟ سؤال لكل الجماعه اللي موجودين، يعني لو اي حد يرد عليا وانا هكمل معاه. ببساطه انا بالنسبه لي ده عباره عن ايه، بدل ما يبقى معايا تحت ضمن فريق البحث بتاعي مثلا 3 4 شغلتهم يديهم ابحاث واقول لهم خد كل واحد يلخص لي ويطلع لي الحاجات المهمه في النقط دي، ده شغلته ان انا احط النقط واحط له المراجع ويعمل لي الحكايه دي. ضغط ازاي؟ لا انا ماشي. طب ماشي حضرتك، ماشي انا معك في ده. حضرتك هل لما تمشي في المشروع بتاعك او البحث بتاعك، لما توصل لمرحله النتائج وعاوز تحللها مش هتحتاجه؟ لا ده هو ده مرتبط بجزء النظر اعتقد، مش لا يا فندم، مرتبط بكل جزء في الرساله او في البحث. يعني ده برضو شغل العملي، لو انا حددت نقاط مرتبطه بالجزء التطبيقي يعمل نفس الكلام. الجزء التطبيقي السؤال بس هو في الاخر لو هتساله، لو في الطرق لسه انت لسه بتشوف هتستخدم اي نظام للبحث او اي هتعمل كوتشينير ولا تعمل اي حاجه اي او خطه بحثيه هتعملها ليها مواد وطرق هتشتغل بيها، هتساله، لان انت البحوث اللي قبل كده معمول فيها طرق وشغل اشتغلوا بيها، خلاص هتساله، هو هيجيب لك الحاجات اللي زيها بالظبط، فيبقى انت حضرتك تقدر تستخدمه في كل جزء من الرساله او البحث انت بتستخدمه. يعتمد على ايه؟ على فهمك للجزء واستفسارك. ماشي يا فندم، عشان بس احنا مش هيجيب لي الدراسات النظريه بس او الدراسات. اساله بمعنى ان انا احط العناوين الفرعيه بتاعت الخطه ديت، في بدل ما هي خد عناوين مثلا زي اذكر مفهوم وتعريف وكلام، بدل ما هي نقط نظري لا احط نقاط مرتبطه بالجزء التطبيقي، هو هيفهم فيروح جايب لي الكلام نفسه المرتبط بيه في الابحاث كتطبيق. مظبوط. انا فاهم صح؟ هو دي كلمه اساله. يعني بس احنا كده هنستخدمه كل حته. انا خلاص كده انا فهمت، هو ممكن يخدمني ازاي
فانا استغله أسوأ استغلال، اخذ منه الطاقه القصوى من التوقيت. لا هو مش أسوأ استغلال، هو بس كل ما في الموضوع ان انت الفكره، هقول لحضرتك بس على حاجه، انا بناقش نقطه سواء كانت دراسات سابقه او تحليل اتعمل ايا كان. لا لا تمام ماشي، انا بناقش نقطه، انا بناقش نقطه واحده بس. هل انا عندي 10 بيبر بيناقشوا نفس النقطه، هل هجيب ال10 بيبر واقطعهم احطهم جنب مني واعمل هايلايت على كل ورقه وابتدي انقل الكلام ده واكتبه؟ هو جاب الكلام ده كله، هو هيعمل اصلي ده كله وكتبه، هو هيعمل ده. وفي الاخر انا هخش ممكن استبعد قبل ما اعمل درافت، استبعد الايه مثلا التشابهات، استبعد الحاجات اللي مش ما طيب. مش محتاجها قوي، واخلي الحاجات المهمه دي اعملها درافت. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انت في نقطه احنا مش دخلنا دلوقتي على الصفحه بتاعه البي دي اف سليم بتاعه الوورد لما حضرتك رقم 9 سليم سليم الجزء ده انت حضرتك يعني خليني بس اعلمني على اي جزء يا دكتور. ايوه الباراجراف اللي قدامنا ده دلوقتي جزء منه يعني اللي باين ده، هات لي بس باراجراف كامل. الباراجراف ده انا عايز ابص ماشي يا دكتور، انا عايز استوضح من ده الباراجراف ثبته يا دكتور بعد اذنك. حاضر. وبصوره اكثر وضوحا واتساعا يذكر فلان روبرتس سنه 2000 ان هناك ثلاثه ظروف. انا عايز اشوف روبرتس ده. طب ما انا هرجع للبيت، اما انا هرجع تاني للمرجع لو عايز اتوسع هتوسع معايا حضرتك. تمام ممتاز، هو هيعرفني المكان اللي خدها منه، فانا هرجع للبحث. هو حضرتك هتوقع انت هترجع هرجع للصفحه دي، ما هو متحول الصفحه دي، هي دي متحول الورد هروح لها هقرا اللي قبلها واقرا اللي بعدها واعرف التتابع. حاجه تانية كمان، خد الريفرنس ده نفسه وخش بيه، خده من قلب الريفرنس هو هيذكره لك، لان الريبورت 2000 ده اكيد هجيبه لك ماشي. هتخش تجيب الريبورت ده بتاع سنه 2000 وهتبتدي تشوفه هو على اي موقع هيجيبه لك على جوجل سكور او اي حاجه، وتجيب البحث وتدخله تاني وانزله جوه تاني كريفرنس وهتاخد منه تاني يعني. حلو يمتد وينتشر. لا دي حلوه على هو بعدين. لا تحت امر حضرتك. تسلم جميل. طيب بص بقى النقطه اللي حضرتك قلتها يا دكتور، الليسته الاخيره في الريسورسز الاخيره دي لسته بالمراجع اللي انت دخلتها عشان اللي هي الليسته بتاع السيتيشنز ده، المراجع الانجليزي اهو والثلاث مراجع عربي اللي تم في الدرافت، هيبقى موجود كلهم في الدرافت تحت خالص في الوورد اللي انت عملته جنب اخر كل... ملف الورد يا دكتور. آخر ملف الورد نزل بتاع الدرافت اللي احنا نزل اللي الجهاز نزله اللي السكوب اللي البرنامج عمله لي. ده هو تمام. لان كل فقره فيها الريفرنس بتاعها يجي في الاخر وحاططهم كلهم مع بعض على اساس ابقى عارف هتستشهد بيهم يا دكتور. صح صح انا فاهم. ممتاز ممتاز جدا resources والثلاثة. ممتاز جدا. طيب بص بقى، أنا دلوقتي عندي حصل حاجة مش عجباني، يبقى لها حلين. اللي مش عاجبني ده إيه؟ إن التعريف ده ماهوش جاي فيه إلا نتيجة واحدة بس، فأنا عايز أعصره كمان، أنا عايز كمان، عايز نتائج كمان. إما أروح أكتب كلمة مفهوم وأكتب كلمة ما هي أو يعرف أو أحور في كلمة تعريف دي، أفضل أعمل فيها افضل اعمل لها مترادفات زي ما انا عايز، افضل احور في الموضوع زي ما انا عايز براحتي كده. تعالى كده ناخدها نجربها، لو خدناها تحت كعنوان رئيسي وخدنا حاجات تانية كمان كعنوان رئيسي، تعريف مفهوم شركة المعرفة كمان ماهية مشاركة. تعال كده نجرب وابديت ونشوف كده النتيجة هتطلع ازاي. بس سيرش ريزلت دي اللي هي النتيجة الأساسية، انزل تحت خالص لما كانوا آخر ثلاث حاجات. بص حضرة ان شاء الله. طيب كعنوان رئيسي طلع لي فيها نتائج اكتر من ان هي كعنوان فرعي. ده بنجرب اهو، شركة المعرفة هي اقل صورة
حقيقية كما كان المتوقع وما فيه مثال المشاركة بعرفة هي نشاط بشري أكثر منه تكنولوجي. طيب أنا ده أدخل هنا أشوف الدنيا ماشية إزاي. حلو جدا في طال وتستهدف الدراسة كذا وبنتكلم على دراسة وخدت منها اللي أنا عايزه كده جاب لي عناوين أكتر. طب أنا مش عايز أزود عناوين دي مفهومة أهو. جاب لي برضو نتائج تانية أو نتائج بترتيب تاني ممكن تكون نفس النتائج بس هو مدينا وزن نسبي بالترتيب معين. دي برضو كلمة آلية أو ماهية. طيب أنا مش عايز ده مش عايز أزود عناوين. عندي في سهم صغيرة نازل تحت. السهم ده نازل أو طالع. في 7 خيارات تانيين. الخيارات دي ممكن أختار ما بينهم نتيجة تجيب لي حاجة مش موجودة في اللي أنا شفته. تعال كده نشوف. كانت نتيجة واحدة تعريف مشاركة المعرفة. دي أول أيقونة أنا فتحتها هي. برضو نفس التعريف. تعريف مشاركة المعرفة. جاب لي فيها إيه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 عنوان. في حد هيعوز أكتر من 11 عنوان عن تعريف يا جماعة؟ أو 11 فقرة؟ يعني هل ده كافي إن أنت تعمل منه الجزء اللي أنت بتكتبه عن التعريفات؟ أنت تكتب في التعريفات أكتر من صفحة أو 2 أو 3؟ طب 11 فقرة مش فقرين مش كافيين إن هم يعملوا الموضوع ده؟ طيب يبقى أنا كده قدمت لنفسي خيارات تانية في الموضوع ده اللي هو ده أو الأيقونة دي. أجرب. ليه فاتحين الخيارات دي؟ عشان يعني هل الخيارات دي هل بالظبط هتجيب حاجات جديدة كلية؟ لا ممكن تجيب حاجات جديدة بنسبة 30-40%. يعني ممكن يبقى فيه تكرار بس هنا لا مش فيه تكرار يا دكتور. مش فيه تكرار. احنا لا لحظة واحدة بس لحظة هقلق حضرتك بس حضرتك انا كده بعمل عصف ذهني. انا بدور الفكرة في دماغي بخلي الكمبيوتر يهرف في دماغه فيطلع لي فكرة تانية بمنظور تاني. ومن هنا بنخش النقطة جديدة وهو ان حضرتك كباحث هتقعد انت مش بتفكر مع الورق مش بتفكر مع العشر بحوث اللي قدامك دول اللي انت تطلع منهم. لا هو كمان بيفكر معك فبيشوف فممكن يحور الفكرة فيسأله سؤال تاني او يشوف البحث بسؤال تاني فيطلع لك اكتر من وجهة نظر. بالظبط يا دكتور. فانت كده بتعمل عصف ذهني او بتسأل خبير. بالظبط لما بنقعد على ترابيزة مناقشات وبنعمل في حاجة اسمها النظم الخبيرة. النظم الخبيرة بيعملوا فيها ايه؟ بيجيبوا رأي كل الخبراء كل الناس اللي شغالة في القصة. يعني تجارة يبقى هجيب الموزع والبائع الجوال والمنتج وكلهم قاعدين مع بعض على فكرة احنا عايزين نطور ده ازاي نعمل ايه؟ فعندنا حاجة واحدة بس عايزين نشوف فيها ايه؟ فبنشوف لها مسالكها من كل حتة. توجهات النظر بتتعدد. نعم؟ ممكن سؤال صغير؟ تفضل تحت أمرك. في المنطقة الأولانية كنت أنا فاهم إنه مثلا أكتب كلمة تعريف مشاركة المعرفة فهو دوره يجيب لي كل التعريف الموجودة في الأبحاث اللي موجودة ويحطها قدامي. أما في كلام حضرتك دخل في منطقة تانية وهو إنه لا ده هو يعني في المنطقة الأولانية كان بيجيب كل التعريف وبالتالي أنا كل اللي هعمله لو عايز أرجع للمصدر الأساسي هضغط على البيج فهيجيب لي الصفحة نفسها وقف معمولة وورد وهيعمل لي هيظللها لي ويقول لي أنا جبتها لك من هنا. فأنت ممكن تقرأ اللي قبلها وتقرأ اللي بعدها. تمام كده؟ دي ده الكلام اللي أنا فهمناه في الأول. المنطقة الثانية دلوقتي لا ده هو هيعمل عصف ذهني بمعنى ممكن يعيد صياغة جمل أو فقرات ويديني مش هيعيد صياغة يا دكتور. مش هيعيد صياغة. يعني أنا في الآخر لازم يعني في الآخر هو لازم أي حاجة هيكتبها لازم ممكن أرجع ألاقي مكانها في البحث ومتظللة. أيوة كل حاجة. تمام كده؟ يعني مش بتفصص البحث بتفصص البحوث كلها على نقطة واحدة ويطلع لك كل البحوث قالت إيه على النقطة دي. حورت الكلمة فهيجيب لك مفهوم تاني. اتغير المفهوم. واخد بال حضرتك؟ احنا عندنا كنايات وتشبيهات كتيرة قوي في اللغة العربية. فدي عشان بس نبقى يعني بنتكلم صح. احنا في اللغة العربية مفيش تاني غيره.
مفيش غير سكوبت ده مبدئيا. مش بكلمك على مصر يا بيه، مش بكلمك على الامه العربيه، في العالم كله مفيش حد عمل، عشان تبقى حضرتك فاهم. وبعدين احنا عندنا مترادفات كتيره جدا، لكلمه واحده هتلاقي ليها مترادفات وليها استخدام كتير. وبالتالي كل ما كنت انا ذكي في ان انا احط مرادفات كتير للحاجه اللي انا عايزها، كل ما هو بيحط لك 8 مستويات. في الدكتور كان موضحها من شويه، 8 مستويات، 8 الجوريزم يعني 8 مستويات. المستوى الاولاني ده انت بتبص فيه خلاص الدنيا اكتفت معاك، شكرا. ما اكتفتش معاك الدنيا، عايز تحور تاني. ما انا بقول لك جرف دماغ. معلش اسف التعبير يعني. حلو حلو، نوصل للهدف. ممكن سؤال يا فندم؟ تحت امرك. طيب دلوقتي انا لو دخلت كتبت بحث عن تعريف او مفهوم المعرفه، هو انا دخلت له 10 ابحاث، في كل بحث في عده تعريف او يعني مفاهيم هو استعرضها، هنا هو الموقع بيجيب لي انهي تعريف فيهم؟ هل اللي قاله الباحث ولا انهي تعريف بالظبط اللي بيختاره من المرجع ده عشان يجي يدهوني ويقول لي التعريف ده ويحط لي المرجع بتاعه؟ حضرتك هو بيمر على كل البحوث من اول كاركتر، من اول حرف لاخر حرف موجود في البحث. تمام. في مره من المرات اضاف لنا وطلع لنا كده اسم بحث كامل، اسم بحث بس العنوان بتاع البحث. ايوه. ليه؟ لان هو اكتشف ان ده تقريبا متطابق مع كل الاسئله انت بتطلعيها، فراح مطلعها لي في اول حاجه. فحضرتك تروح بقى تاخدي بعدك البحث ده وتروحي تدوري عليه تجيبيه، جبتيه انت معاك الريفرنس بتاعه، معاك الاسم بتاعه والبيانات كلها، هتروحي تجيبيها من على سكولر، جوجل سكولر، يعني من على اي حاجه ثانيه. هو مش بيكتفي باللي انا برفعه له وبقول له هات لي اللي انا عايزاه من الابحاث دي، هو بيدخل داخل الابحاث نفسها ويعرض لي التعريف دي من اول حرف، من اول حرف لاخر حرف. تمام. اهم حاجه ندخل المرجع بطريقه سليمه، لو هو انجليزي يعني، هو عربي ايقونه واحده اللي بنضغط عليها، انجليزي نركز هل هو تكست ولا ايمج، هل هو وان كولوم او تو كولوم، مدخلات سليمه تطلع لك مخرجات سليمه. طب لا يا دكتور انا هعلق بس على حاجه، بس حضرتك انت قدام حضرتك تعريف مشاركه المعرفه، ابعاد مشاركه المعرفه، مكونات مشاركه المعرفه، هو تعريف وابعاد ومكونات، هو التعريف ممكن يجيب لي ده كله، بس انا بساله كده لان هو ممكن يذكرها ضمنيا. تمام لا انا يعني كان بس يعني هدفي هل هو هدفي هو بيجيب انهي تعريف، يعني انا كصفاء لما اعمل بحث ممكن احط 5 تعريفات للمعرفه، طب لو حد بيبحث ورايا بنفس المحرك البحث ده، المفروض محرك البحث هيختار له التعريف اللي قالته صفاء ولا التعريف اللي من كل التعريف اللي استعرضتها صفاء في البحث؟ هو المفترض ان هو يجيب كله، هو يختار اللي هو عايزه، هو يعمل لك بانوراما في الموضوع، والمفترض ان هو يجيب لك يعني الوزن النسبي الوحيد اللي هو هيجيب لك ده في الاول ولا في الاخر، بس المفترض ان هو هيجيب كله، المفترض، لان في الاخر اي كلمه تعريف لمشاركه المعرفه سواء الدكتور احمد، الدكتور محمود، الدكتور سيد، الدكتور اسمعين، كله عرف، خلاص انا مجبر اجيب لك التعريفات وانت حر اتعامل زي ما انت عايز بعد ما تاخدهم مني. بالظبط. تمام. طب هو ده الموقع ده يفرق ايه عن شات جي بي تي؟ ده ابروتش. ده اول حاجه ان احنا حطينا مراجعنا اللي احنا عارفين بالظبط ان ده متعلق بموضوعنا، فهو طلع لنا الموقع المقطع اللي احنا عايزينه باسم المرجع، باسم برسم المؤلف، بالمصدر بتاعه. شات جي بي تي عنده توليفته الخاصه، هم حطوا فيه الداتا اللي موجوده على الانترنت وقالوا له انت هتبقى الرايتر بتاعنا، فخلاص هو استبدل دماغك بدماغه، فبقيت انا كباحث مش موجود، فهو مش مطابق لاي معيار اكاديمي يعتبر، انه كمان بيجيب لك الكلام بتاعه بدون مصدر، إن هو جواه داتا، جواه 54 تيرا بايت معلومات اللي هم موجودين على الانترنت، تعمل لهم توليفة خاصة وبقى بيجاوب على حسب السؤال اللي انت بتاعك اللي بتسأله بيجاوبك، لكن بدون مصادر. هل ده ينفع في المجال الأكاديمي؟ لا طبعا. فاحنا يعني ملتزمين بالمعيار الأكاديمي بتاع
احنا شغالين بمحرك بحث متقدم داخل المراجع بتاعتك، اللي هو بيجيب لك كل شيء موجود متعلق بعنوان انت بتكتبه من المراجع اللي انت رفعتها عليه، فانت حسابك مغلق عليك، يعني حساب حضراتكم ما حدش يعرف عنه الا انتم والموقع، مفيش حد يطلع عليه، مفيش حد يدخل جواه، ليك باسوردك، ليك اليوزر نيم اللي هو الايميل بتاع حضرتك والباسورد اللي هي بتاعتك، محدش هيشوف حاجتك، ومفيش حد ياخد مثلا، يعني انا حاطط سي المرجع ده، دكتور هاني كتب عن مشاركه المعرفه برضه، هو لازم يجيب مراجعه الخاصه، ما هوش هيجي مثلا سكوبوت ياخد مني مصادر من مراجع اللي انا حطيتها، كل حساب مستقل بذاته مغلق على ذاته معايا حضرتك، فانت بتعملي توقيفتك الخاصه وبتاخدي منها اللي انت عايزاه على حسابك. تمام، شكرا يا فندم، وضحت الفكره، شكرا. انا هقول لحضرتك على حاجه كمان. تمام يا فندم، شات جي بي تي ممكن يالف لك اللي انت عايزه كله، هعمله لك، بس هديك معلومة صغيرة كده، لسه الدكتور محمد قال امبارح مش بيتعرف. هو دلوقتي جوجل بيعمل حاجة، ان هو دلوقتي بيقول لك ايه، لا مش هيعترف بالبحوث اللي جاية، مش شات جي بي تي، هيبقى عارف ان ده متخلق على روبوت تاني معمول بذكاء اصطناعي. ماشي، نمرة واحد بقى، دي حاجة. دكتور محمد لسه بعت لي امبارح حاجة وبقول لي اتفرج، شات جي بي تي سأله سؤال بطريقتين مختلفتين، خلاص هي مسألة حسابية، من النهاردة لآخر إبريل كام يوم، ومن النهاردة مثلا كان 15 لآخر إبريل الدنيا أخبارها إيه؟ أنت بتجيبها يا دكتور؟ ماشي ماشي، بس إحنا يعني مش كده، مش هنعلن عن ده. أيوة أهي تعالش شات جي بي تي أهي، اقرأ كده حاول تكبر الشاشة شوية يا دكتور. بص حضرتك، هي سأله السؤال، جاوب لنا يا عم الباشا، جاوب له أول مرة بإجابة وتاني مرة بإجابة تانية خالص، فالإجابة فيك. خلاص يا دكتور، خلاص حضرتك الإجابة فيك أهي أهي من مارش 16/23 إلى إبريل 30/23، هو عمل حسابات فوق وطلعها كام ونزل تحت، ولا هي ها زرار 15 دي تحت هتلاقيها طلعت حاجة تانية، هي نفس المسألة. بصوا هذا هو بس ده بيعتمد على حاجه اسمها ريجينريت بروس، يعني بيحاول ان هو او ريجينريت ريسبونس، بيحاول ان هو يرد عليك رد ثاني يكون اقرب للمنطقيه، فبيقول لك لو الرد ده ما نفعش معاك فالرد ده ممكن يكون مناسب. دي فكره ان هو اعاده الرد بطريقه مختلفه، يعني ان هو بيعمل ريجينريت للريسبونس بتاعه وبناء على رايك انت مثلا، لو اديت له لايك على الكلام ده فهو بيبدا يعتمد الاجابه بتاعتك ويتعلم منها ان دي الصح. بس الكلام ده انا بس معلش يا دكتور، بس يعني انا اعتمادا على الكلام ده، انا بدي المساله في نفس الوقت، دي عامله زي المسائل الكلاميه كده عندنا، انا بدي لك مساله هو ما فهمهاش، فهمها بطريقه وفهمها هنا بطريقه، عندنا احنا ما عندناش القصه دي يا دكتور. نرجع بقى للسكوب، السكوب بيعمل لك ايه؟ هو عنده، انت مدي له الافكار اللي هدور لك عليها، الفكره اللي بيدور عليها دي بالمعنى ده، بيدور عليه بمجمل المعنى بتاعك في قلب البحوث اللي انت حاططها له، فهو محكوم بيك مش بحاجه تانية، محكوم باللي هترفعه عليه، كون ان هو احيانا ممكن يطلع لك يقول لك المرجع ده اتك عليه، او انت تبص فتلاقي المرجع ده بيجي لك اكتر من مره في اكتر من فقره، فحضرتك تاخد بالك منه وتروح تشوف المرجع بقى ده، لان جالك في الفكره الاولانيه وجالك في 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 الفكره الثانيه وفي الفكره الثالثه، الله المرجع ده بقى راح اشوف المرجع ده، الا اذا هو انا بقول لك كان شاكرا جدا انه بعت لنا المرجع وطلعه لنا قدام مننا، انتوا بتتكلموا على ده، فحضرتك لازم اروح اقارن. وضحت الفكره ولا لسه يا فندم؟ تمام يا فندم، اتفضل يا دكتور محمد. شكرا جزيلا، شكرا. العفو. طيب احنا كده مفيش حد سالنا الا ثلاثة بس، احنا كده معانا أكتر من ثلاثة، عايزين نتناقش، عايزين الشكل، احنا معانا 20 شخص. وبشكل عام الكلام مفهوم يعني، بس إيه يعني أنا بالتفاصيل اللي أنا سألت عنها، يعني تفاصيل تقنية لحاجة كده في نفسي يعني، بس بشكل عام الكلام كان مفهوم جدا يعني، حضرتك شفيت ووفيت يعني. طيب، رائع جدا دكتور أحمد.
دكتور هاني، دكتور محمود، دكتور حسني طبعا، سيادة العميد معالي العميد دكتور حسني. نعم، لا ما شاء الله الجهد طيب، يعني أنا مستمع جيد إن شاء الله للجهد اللي سمعته، إن شاء الله مفيد، ويا رب كل الحضور من زملائي الباحثين إن شاء الله يكون يعني ده مقدمة لاستفادتهم بإذن الله بعد كده في البحث العلمي القادم، سواء لمرحلة ما قبل الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. شكرا جزيلا. شكرا لسيادتك جدا. بس هي إعادة الصياغة بقى دكتور دي يعني ممكن تبقى برنامج تاني، أخذ من هنا وأعمل إعادة الصياغة. كل حاجة في قاعدة واحدة يا دكتور. ده موجود يا دكتور؟ أنا حاجة اسمها إعادة الصياغة؟ واحدة. كل حاجة في قاعدة واحدة ولا إيه؟ لا يا عايزين لو كان ده موجود. هو أنا حاسة فعلاً إن الصياغة فيها يعني مش يعني في ترجمة برضو ممكن تكون يعني حرفية شوية. وكتابة المراجع هل بتتبع يعني مثلا في النهاية مفيش آلية إن يرتب المراجع بقى اللي أنا بستعين بيها دي وباخد منها فقرات يعني يعملها إدراك تحت مثلا كده بطريقة الـ ABA أو AB6 أو 7؟ شغالين على دكتورة يا دكتور. لحظة واحدة دكتور محمد، لحظة واحدة بس حضراتكم. اولا انا اديتور في مجله، يعني انا كنت بمسك المجله من اولها لاخرها اعملها، انا اللي بنفذها بايدي، واخد بال حضرتك؟ فانا فاهم كويس قوي القصه دي، وهتواصل معاك واقول لك الدنيا فيها ايه. بص حضرتك، انت دلوقتي خدت الداتا عندك، موجود معاك ملف وورد، اعمل فيه اللي انت عايز تعمله، عندك الريفرنس موجود في سطر لوحده في الاخر خالص، ماشي، عندك التكست كله مكتوب، هي الحرفنه في انك ازاي تسال، مش هسال سؤال اجابته نعم ولا، ما ينفعش، انت لازم تسال عن كافيه، هيعمل ايه؟ طب وماذا بعد؟ الخطوه الثانيه دي اسئله الباحث، واخد بال حضراتكم؟ واخدين بال حضراتكم؟ فانا كده انا عمل لي الشغلانه دي. انت لو حقيقي لو حد فهم القصه هيشتغل وهيطلع نتائج مش اكتر من رائعه، لان انت انا حليت لك مشكله ان انا اديلك كل الداتا قدام منك وكمان مكتوبه، عايز تفاصل وتناقش فيها وتقعد تهاتي معاها وتجيب هتجيب. طبعا دكتور محمد بيعرف دلوقتي حاجه اسمها كويل بوت، ده عشان يعمل لك البرافريزنج او يعمل لك اعاده الصياغه، وفي برامج تانية بتعمل بالعربي كتير، البرامج كتير، بس حضرتك تستخدم ايه؟ احنا بنقدم لك اداه، ده هتوفر لك. هل سؤال بس يا جماعة وأرجو أنك تجاوبوني، هل سكوب لا يصلح للعمل معاكم؟ مستحيل، ده ممتاز، لحد دلوقتي بوفر عليا على الأقل شهرين، أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنت في مرحلة بنوصل فيها أنك بتروح بتدي بتحط خطة بتحط اسم بحث بس الأول، العنوان هتعمل إيه بعد كده؟ هتاخد بعضك المشرف هيقول لك، أو لو حضرتك مشرف هتقول للطالب روح بقى أنت كده دور على النت، والطالب هيروح يدور على النت، نمرة واحد، نمرة اثنين هيخش بعد كده الطالب يسأل زمايله أو يسأل أساتذة أخرى في نفس الكارير، هينصحوه بشوية نصايح، هيقعد شهر بيجيب في داتا وحاططها قدام منه، يقف في الآخر قدام منه 50 بحث، هيعمل فيهم إيه؟ لازم مخه هيقف ويحصل له رايتر بلوك، يعني وده بيحصل لنا كلنا وإحنا بنشتغل، واخدين بال حضراتكم؟ طب انا بقى حليت الوكاله دي كلها، انا جبت ال 50 بحث ولا ال 100 بحث دول رميتهم على سكوبت، وابتديت احط اسئله واحطها له واجيبها له او اكتب مفاهيم حتى، يعني مش السؤال، يعني كل فقره انا بكتبها او كل عنوان انا بكتبه له ده عباره عن سؤال استفسار، بلاش سؤال استفسار، بس استفسار مش عاوزك تقول لي صح وغلط، لا ده هتجاوبني بارقام، هتجاوبني بمعاني، هتجاوبني بتفسير، هتجاوبني باحصاء موجود في قلب الكلام، احنا بنجيبه منين؟ احنا بنجيب من هنا، فكله شغال مع بعضه. حضرتك هل هتستفيد منه في كل خطوه ولا هسيبك بس في حته انك انت دخلت جبت لي الريفرشر او شويه الدراسات السابقه؟ لا، انا هستغل في كل حته، لو انا ابتديت احط اسم البحث بس يعني او عنوان البحث
بعد كده انا محتاج اخش على خطوات التنفيذ، حطيت عنوان البحث، يبقى جبت البحوث، رميت البحوث عليه، خلاص ابتديت استفسر، ابتدى يرد لي، هاجي اقول له انا عايز بقى الخطوه الثانيه، اقول له انا عايز انفذ. فهتعرف انت هتركزت، انت اولا عرفت انت ركزت على ايه خلاص، وهتجيب ايه، طب انا الطريقه اللي هشتغل بيها ايه، او هعمل البحث ده ازاي، فهيقول لك، لانك هتجيب في قلب الناس اللي شغاله قبل منك. لو دخلت خلاص عملت شغلك وجبت النتائج وحللتها وخلاص، وعايز بقى تقارنها عشان تكتب الرزق، كتبت الرزق، طب وبعدين انت عايز تفسر الكلام ده كله، يبقى في كل نتيجه حضرتك بتجيبها بتاخدها تخش بيها تقلبها لسؤال او استفسار، بلاش سؤال، استفسار على سكوبك بنفس الحاجات اللي عندك، لو عاوز تزود تاني هتزود وهيجاوب لك عليها. يبقى انت كده خدت الريزلت عندك والديسكشن، وقبل منها الماتيريالز اند ميثود كتبتها وكتبت اللي فيها ايه. بعد كده الريكومنديشن، هتكتب الريكومنديشن ده، انت هتحط التعريف بس بتاع الريكومنديشن، السطر اللي هتكتبه وترجعه تاني على سكوبك، رايه ايه في مع الناس دي، هتتاكد ان الريكومنديشن بتاعك ده مظبوط وانه جديد او انه في فكره تانية او يخليك يكتب فكره تانية فيها. انا بقول لحضرتك انت عندك 8 مستويات من البحث داخل كل بيبر، من اول كاركتر لاخر كاركتر. فحضراتكم اللي عايز يشتغل اهلا وسهلا هيستفيد، اللي مش عايز يشتغل يعني مش عارف اقول لك ايه، فرصه. ومش انا مش عشان انا في سكوبت يا فندم، انا بتكلم ده لله. لو انا فاهم صح دكتور، ده السكوبت يحل محل الفريق المعاون ليا في البحث، لكن لا يحل محلي انا، لا يحل محلي. لا 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 لا, لا هو مش انا فاهم صح. انا فاهم صح طبعا، فاهم صح. شات جي بي تي بقى ممتاز، ما بيعملش كده. شات جي بي تي بيحل محلك ومحلنا، ويعني وبيكتب بألف من عنده بفابريك. جميل. طيب ماشي دلوقتي. بص حضرتك انت عندك خبره صحيح. ايوه يا فندم. في بس حد علق على موضوع الترجمه. قلت على الترجمه بس، لا عاملين توليفه افضل من توليفه جوجل، لسه مضافه على الموقع ما كملتش 20 يوم، استكمالا للناس اللي هي عايزه تكتب من مراجع انجليزي. معلش المتر بس. طب معلش بس اول حاجه، التوليفه دي افضل من توليفه جوجل، هي ما بقالهاش اكتر من 20 يوم وبتتطور كل ما نشتغل بيها، فحضراتكم طبعا هتجربوا وتشوفوا. فيعني ايه الترجمه، احنا عاملينها اصلا علشان الناس اللي هي بتكتب مراجع، بتكتب مواضيعها او محتواها باللغه العربيه، لكن هو عايز يستعين بمراجع باللغه الانجليزيه كتحسين وتجويد للبحث العلمي العربي اللي انت بتكتبه، والناس اللي عندها مشكله في اللغه، فيبقى في مكان واحد عندك كل حاجه، انت بتترجم في نفس المكان اللي انت جالك منه الاجزاء المتعلقه ببحثك كانجليزي. تمام دكتوره، كانت سالنا على الترجمه. ممكن اعمل تاني بعد اذنك يا دكتور؟ اللي بيشوف الترجمه حضرتك. الو. ايوه دكتور معاك. بص حضرتك، اللي بيشوف الترجمه، اللي بيشوف الترجمه ممكن يلاقيها ملخبطه، يعني من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. الفقره اللي قدامي دي اللي موجوده على الشاشه دلوقتي حاليا دي مظبوطه تمام ماشي، ودي مترجمه في سكوبت مش في حته تانية. احيانا هتلاقي الترجمه جايه انت الكلام كده جاي مش ماشي مع بعضه. حضرتك لما تاخد الملف الوورد اللي هتاخده اللي هو الدرافت بتاعنا، هتاخده مجرد ما بتقف بس على كل فقره وبتحدد له كده ان الفقره دي، الفقره العربي اللي قدامي دي يمين ما هياش شمال، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك. وده على فكره مش في سكوبت بس، ده في كل النت، كل ما بتخش على اي حاجه دي مشكله هتلاقيها موجوده. حتى لو لقيت الكلام مش مظبوط، اول ما تظبط الدنيا وتبقى اتجاه الكتابه عربي او يمين، الدنيا هتتظبط مع حضراتكم وهتشوف الصوره كامله باذن الله. ده حقيقي يا فندم، ده حقيقي. الله يبارك لك. طيب بالنسبه للدكتور هاني، ده سمودن، ده بالعربي سمودن تمام، ده بالنسبه للبارافريز العربي.
وهي الكويل بوت بالنسبة للبرافريز الإنجليزي. ماشي كده، في أي أسئلة تانية؟ كده كملنا التجربة. دكتور سيادة الدكتور حسني، اتشرفت جدا جدا بالتعاون مع حضراتكم، لي الشرف أهلا بمعرفة، وسهلا. وإن شاء الله تبقى بادرة خير إن شاء الله لاستكمال ونشر الموضوع في جميع الجامعات وجميع المراكز البحثية والمعاهد. واتشرفت بمعرفتكم جدا، اتشرفت بعمل حساب لحضرتك النهاردة، ويا ريت اتشرف بإنك تجرب على طول بإذن الله. أنا إن أستاذ الدكتور الله يرضى عنه ويرحمه، دكتور أحمد بديع بليح، لو حضرتك تعرفه. طبعا أعرفه. دكتور أحمد بديع بليح عاش 84 سنة ما شاء الله عليه، كان في القضاء قبل الجامعة، عاش 60 سنة باحث زي ما حضرتك عارف. خلالهم عمل حوالي 200 منتج بحثي ما بين كتب وأبحاث ودراسات وحاجات كانت محترمة جدا. يعني بداية الموضوع كانت بالتكتلات الاقتصادية، وبدأ بالاتحاد الأوروبي أيام السبعينات لما كان لسه 6 دول، فكان الشغل جامد جدا جدا. في الآخر بعد 60 سنة بحث هم 200 منتج. تخيل حضرتك ببعض الأدوات البحثية دي، لو كان هو معاه أدوات بحثية دي في 60 سنة دوم، الميتين دوم من هيبقوا بعد إيه؟ طبعا دول يعني مثلا اقول ايه، تقريبا يعني 5% من الوقت او الزمن او 10% من الوقت او الزمن عشان ما بلغش. لكن انا برضو لا اخفي ان احنا، انا جيلي مثلا جيل كل العواجيز. في نقطة لو سمحت بس اقطعك فيه، لو تسمح لي بس. حضراتكم جيل عظيم جدا، وجيل دماغكم يعني بتولد حاجات عمرها ما بتجيلنا دلوقتي. فحضراتكم الادوات دي كانت هي اعظم حاجه ممكن تكون معاكم، ان انتوا تزودوا بيها كميه المعلومات او الحاجات اللي احنا بنقراها لكم. يعني تمام. دكتور احمد او الاجيال بتاع حضراتكم ملهاش حاجه متكرره. احنا دلوقتي مثلا بتلاقي الباحث واخد نقطه واحده عامل فيها 10 ابحاث وهي نفس النقطه، مفيش جديد عنده، هو ما عنده فقر في التفكير. حضراتكم ما شاء الله عليكم كنت بتتكلم عن حاجه في الزراعه، وبعدين حاجه في الصناعه، وبعدين حاجه في التجاره، وموضوع مختلف عن حاجه في تانيه متطلبه ان هي شهور من القرايه وسنين من البحث وكذا، ونلاقي حضرتك تاج واسع فيها. ما بالك لو في اداه زي دي. لا من عشان كده بقول للباحثين دلوقتي، انتوا ما شاء الله متاح ليكم، يعني اللي مش متاح لينا. احنا زمان كنا نعافر ونروح نقعد مش عارف نجيب كتب من السور الازبكيه عشان نلاقي معلومات، ونروح المكتبات ونقعد نتملي تراب وكده على خاطر في النهاية أجمع معلومة. شوف دلوقتي ممكن يبقى قاعد في البيت وبينتج إنتاج طيب. معلش، فروق الأجيال وطبعا منح ربنا للناس في إن في أدوات أحدث بتستخدم الآن، فربنا يوفق يا رب إن شاء الله. ربنا يوفق. شكرا جدا على تعاون حضرتك، ويعني بنتمنى حضراتكم جميعا تزكونا في جامعات او في معاهد، ونتشرف ب ان شاء الله التعاون، ونحن نمد اعضاء التدريس ب بخدمات سكوبوت مجانا لحضراتهم كنوع إن شاء من الله. الهديه مننا، الهديه مننا لكل اعضاء التدريس في الجامعات. فنتمنى حضراتكم تزكونا. انا رقمي مع حضراتكم، ورقم دعم سكوبوت موجود على الموقع، واي اي استفسار او اي حاجه انا تحت امركم، ولو عايزين ورشه عمل تانية انا تحت امركم. حضراتكم حاليا كل الدكتور هاني ادهم لي، عملت لهم حسابات بالايميلات اللي سلمها لي حضرته، والباسورد موحده من 1 ل6، عايزين تغيروها في اي وقت غيروها براحتكم من على الموقع من بره. تاني لو دخلنا تاني عشان بس عارفين من لوج ان لوج ان اهي، في ريسيت باسورد. اللي عايز يغير الباسورد براحته، هيجي له ايميل بيها ويغير زي ما هو عايز. بعد كده طبعا، لا دكتورة فاطمة مش محتاجين الحسابات الا لو تجاوزتي، يعني عملت فقرات ورا بعضها، لان هم فيهم اشتراك، هم كمان سواء الكولبوت او السمودن هم باشتراك.
لو في اي صعوبه في اي حاجه انا تحت امركم. وفي يا دكتوره فاطمه لو عايزه توسعي في الموضوع ده، في على اليوتيوب بتاعي في كورس ساعه وربع كده عن الادوات البحثيه الحديثه، طبعا يعني ايه بالاساس سكوبوت، ومعاه حوالي 100 اداه تانية في كل انواع البحث، من اول ما عايز تفكر بس وتجيب مشاكل بحثيه لغايه ما تنسق البحث بتاعك وتتعامل مع البي دي اف نفسه، مرورا طبعا بالكتابه والصياغه وكل حاجه. اتشرف بحضرتك معايا على القناه، واتشرف مع حضراتكم جميعا، وانا اتشرفت. انا اسمها ايه؟ ممكن اللينك يا فندم؟ حاضر يا فندم، الموقع اهو، دي القناه هي البلاي ليست اهي، ال الرابط بتاع الكورس اهو. كل ساعه ساعه وربع يعني، سبع فيديوهات. وطبعا انا شفت حضرتك قبل كده. انا بالصدفه دخلت شفت فيديوهات حضرتك لحضرتك. صفاء، ازيك يا فندم، ازي حضرتك، انا اتشرفت اهلا بحضرتك، عارفاني يعني. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا دكتور. في حاجه مهمه كمان. ايوه دكتور، اساتذتنا الكبار ربنا يديهم الصحه يعني ويبارك فيهم، احنا ما فيش حاجه، احنا بنستفيد منهم جدا، وهالاستفادة هتبقى أكتر، لأن أنت الطالب ما بقاش عندك، هيبقى عندك محتاج إن هو يلف كتير ويترجم يعمل، طب ما ده كله موجود عنده وأسرع، فبدل ما هينجز البحث في سنتين ممكن ينجزه في أقل من كده بكتير، وخاصة بحوث الترقيات وبحوث عشان أناقش لازم أطلع ببحث، ودايما دايما الناس بتبقى مزنوقة وجاية في الآخر مش لاقي أي حاجة عاوز ينشر وبس. ده كده بس مجرد، بس كل باحث، لو كل باحث او كل دكتور او استاذ لو معاه 10 وال10 دول هيعملوا 10 بحوث، هو كده انا عندي 10 افكار بال10 بحوث شغالين، وممكن يتطوروا لاكتر من بحث واكتر من فكره، فكده الاستفاده هتبقى يعني ممتعه للكل. فلك كبير بتاع انه بيقعد يعني ولا حاجه، ده بيشتغل، وفي اغلب الدول كده الاساتذه الكبار هو بس عشان يقعد يقيم له ده صح ده غلط، ده معاك ده مش معاك، انا معاك في الفكره دي اغيرها، طب تحورها تاني. فانت في عامل بشري حضراتكم بتقوم بيه، وفي عامل اوتوماتيكي كده او ذكاء صناعي احنا بنقوم بيه، او سكوبت، مش انا بشر برضه يعني، بيقوم بيه سكوبت. فسكوبت يعني ربنا ييسر الامور وحاولوا تستفيدوا منه. هو كلام جميل جدا يا فندم، بس انا مش عارفه ليه عندي احساس ان سكوبت فيه حاجات تانية لسه كتير، او امكانيات تانية كتير اكتر من اللي قلناها النهارده في الورشه دي. طيب انا مستنيكي بقى. انا هقول لحضرتك على حاجه يا دكتوره، انا هقول لحضرتك على حاجه. لا جربي حضرتك وبعدين قولي لي انا عايزه ايه، عايزه في كذا، وشوف احنا عملناه ولا ما عملناهوش ولا لسه هنعمله، بس حضرتك لازم تجربي، هاتي اخره بس. هو مجرد احساس، انا ده احساس، هل الاحساس في محله ولا لا؟ بصي حضرتك، هقول لحضرتك على حاجه، خير دليل يا فندم، هقول لحضرتك على حاجه، احنا اسكوبت مركز جدا على العربي، تمام، واخد بال حضرتك، مركز جدا على العربي، ودي ما فيهاش شغل، انا بقول لك يعني في تميز في كده، اللي ما فيهاش شغل كله ان هو بيترجم لك ترجمه، دي يعني ترجمه عميقه بيجيبها لك كويس جدا من انجليزي لعربي، هو انا مش عايز من عربي الانجليزي، ما انا عندي اي حاجه هعملها يعني، اي جوجل هيعمل لي اي حاجه هعملها لي، بس انا عايز حاجه متخصصه وتبقى من الانجليزي اكون انا فاهمه يعني بالظبط كده، بنخلي سكوبت يتكلم مصري مش عربي، عربي مصري يا جماعه من الاخر بالظبط، وكده يبقى احنا لو اتفهم من سكوبت الحته دي بس ان هو بيتكلم مصري او لكنه مصريه، فالعالم العربي كله يعرفه يعني. يعني هو ممتاز، بس انا حاسه ان في امكانيات كمان تانية يعني، ممكن نكون لسه ما يعني ما اتقالتش كلها، ممكن في لقاء تاني ممكن تقولوا لنا الباقي. والله انت بس لو عملت الفكره بس بتاعت ان هو تدخلي تحشري كده زي البقدونس في كل حاجه معاكي، هتلاقي نفسك واصله لدرجات كويسه جدا جدا، ده فقط لا غير يعني. فما بالك انت بعدين، هقول لحضرتك على حاجه بس يعني، ما احنا مصريين بس متعودين نشتغل في كل حاجه يعني، في 7 صنايع يعني،
مش 7 صنع، ده 80 صنع كمان بالظبط. انا عن نفسي بعمل كده يعني، انا مش بعملش كده يعني، واخد بال حضرتك. بس انا عشان انا بس كنت يعني ايديتور ومسؤول عن مجله، بقول لحضرتك انا بعملها اخراج من الاول للاخر يعني الحاجات كلها كانت بتيجي، فبعرف المشاكل، فعشان كده انا عارف اهميته، وعشان كده انا بقول لحضرتك. تمام يعني جربوا بس يا جماعه، جربوا واديني فيدباك، انا منتظر الفيدباك، انك تقول لي وحش في كذا، حلو في كذا، عمل لي دي مش عارف ايه. انا مش عايزك تقول لي شكرا بس يعني، مش عايزك تقول لي شكرا، مش عمليه شكرا. انت تقول لي عايز كذا، انا عمل لي ده كويس قوي، بس انا محتاج الحته دي انا اطورها، الحته دي نطور وهكذا، وكده الدنيا تتطور. دكتور سعيد، ايوه يا فندم. في ناس قاعده تكتب، طب ما تكلمونا. انا بس ببدي شكري للدكتوره ايمان النقيب، لان هي الوحيده اللي كانت مسجله مسبقا، هي مسجله يوم اعتقد 3/3 حاجه كده، شكرا ليها، هي كده عارفانا قديم. دكتوره فاطمه بقى قاعده تكتب لنا، طب ما تكلمينا بس قولي اللي انت عايزاه. الدكتوره صافيناز، البلاجريزم احنا هناخد من كويل بوت، هناخد من كويل بوت نو يعني الكويل بوت، وتعالى نقيس الكلام ده على البلاجريزم، تعالى ناخد البلاجريزم تشيكر نجرب اهو، او اي برنامج بلاجريزم تشيكر يعني، هما نفس اللوغاريتم المفترض. طبعا ده يعني ايه، بسم الله، تعال نجرب كده تشيك. ده كويل بوت عمل ايه؟ مفترض ان هو قلل النسبه اكيد يعني. يا ريت يكبر الخط بس يا دكتور. لا مانيش عارف اخبر ده والله دكتور. دي مش عارف اصيط. طب هقول لحضرتك على حاجه. كليك على كنترول، والبكره حركها لفوق ولا تحت. ده تطبيق، ما هوش بيتحرك. ماشي والله ده تطبيق، كنترول اهو، ومفيش، هو مش على النت كده. لا ده مش نت، ده تطبيق انا منزله من على اليونيك بقى 93% والبلاجريزم 7%. تمام، ده بالنسبه ليك والبوت في تحويله لفقره، هو طبعا لو عايز يبقى فيه اشتراك او كده، والمقطع المراجع اللي اتكلمنا فيه كونكتد بيبرز، وطبعا سكوبوت، واللي هو بتاع العربي سمودن مشهور بالعربي في بارافريز عربي. طيب ارجو ان احنا نتقابل تاني وتالت، واتشرفت جدا جدا بمعرفه حضراتكم. هو حضراتكم انت يعني دكتوره صفيناز، انت ليكي باقه اصلا، انت ليكي باقه يعني، حضرتك بالحساب بتاعك عليه باقه فيها 50 صفحه، 50 مرجع ممكن ترفعيهم، و500 صفحة مجموع ال 50 مرجع معايا. فلو حضراتكم بعد كده تنسقوا بقى وتعملوا تعاقد معانا تشرفونا، هيبقى في اسعار تانية خالص غير الاسعار العادية يعني. طبعا الدكتور معالي العميد حسني، الدكتور حسني هو اللي هنتناقش معاه في الموضوع، ف يعني تحت امركم طبعا يعني. وإن شاء الله يعني نتعاون مع بعض في نشر الموضوع، وشكرا جدا لحضراتكم. دكتور صفيناز تحت أمرك، تفضل. شكرا لك. طيب في أي سؤال تاني؟ دكتور هاني أي سؤال؟ أي حاجة مش مفهومة نشرحها تاني؟ في ضوء التجربة إن شاء الله يبقى في فيدباك بخصوص المعلومات و إن شاء الله للدورة بإذن الله. يعني فكرة المشروع ده فكرة جميلة وجديرة فعلا بالاعتبار، يعني احنا هنشتغل بقى يعني. أنا بصراحة أنا مش هقدر أسأل غير لما نجرب. الله يفتح عليك يا دكتور. برافو عليك. لا أنا بص يا دكتور، لا اشتغل اشتغل وقول لي أنا مش عارف أعمل كذا، في حتة مش تعبان فيها الدنيا أهي، وأنا تحت ده مع البتاع والأرقام مع حضراتكم، رقمي مع حضراتكم، ويجرب ونتقابل تاني تحت. الرقم مع دكتور هاني؟ موجود. موجود يا دكتور، موجود ما تلاقيش. ممكن دكتور هاني ينظم لنا بعد اذنه يعني ورشه تانية، بس بعد ما كلنا نجرب ونشوف بقى التساؤلات بتاعتنا بشكل عملي يعني.
ماشي انا معاكم، انا تحت امركم دكتور هاني اسال معانا. طب يا دكتور اسال يا دكتور هاني، اتفضل اتفضل حضرتك. لا لا انا بس الدكتوره فاطمه يعني بنشكرها، لان الدكتوره فاطمه هي اللي عرفتنا بحضراتكم يعني. انا عهدت الطلب بس حضراتكم. حضراتكم عايزين نعمل بحث ماشي، هنعمله. هنعمله ازاي؟ هنفكر في بحث، اسم بحث. عشان تفكر وتروح تجيب داتا ليه من بحوث تانية، من حاجات تانية، هتخش على كونكتد بيبر. كونكتد بيبر هيديك ميزة اللي قالها دكتور محمد بالأول خالص، هيديك ميزة ان هو يوري لك قدامك شكل كده بيقول لك البحث ده. يا ريت دكتور محمد طلعها لي بس تاني لو سمحت. كونكتد بيبر البحث ده هيقول لك قريب من هنا، بعيد من هنا، ده قريب من ده، فانت كده جبت بحوثك اهو. الجراف اللي قدامي دوت عباره عن دوائر، الدايره كل ما تغمق وكل ما تقرب وكل ما تكبر يبقى قريب جدا من البحث. خلاص، وزي ما انت شايف حضرتك على الناحيه الشمال موجود الاوريجينال بيبر اهي في الاول، ودي تفاعلاتها مع البيبرات التانية، مع البحوث التانية اللي تحت منها. وكمان في الناحية اليمين خالص هتلاقي بقى حضرتك ايه، ده جزء صغير عن البحث، كأنك قاعد على جوجل بالظبط، كأنك قاعد على جوجل سكول، جايب لك جزء من البحث اهو، تعريف عنه او اي حاجة عنه، ده زي كأنك بتبحث على جوجل. فانا كده اداني دي كده قرب لي المواضيع، انا هخش فين بقى، هاخد ده ولا ده. اخش كمان يا دكتور اكسبين ديت عشان اخش على على التيبل. تمام. التيبل ده فيه ايه؟ هاخدها من ناحية الشمال، اسم البيبر، الاوثر، بعد منها السنة بتاعته، النقطة اللي بعدها السيتيشن. ده السيتيشن على الملف ده، الملف ده متاخد منه 8839 مرة اتاخد عليه، يعني ده بحث لازم تقراه، هتلاقيه في كل حتة. عدد الريفرنس فيه، ده عدد الريفرنس اللي فيه، اللي فيه دكتور ده ولا ايه؟ الريفرنس 16 الريفرنس بتاعه 16، والسيميلاريتي بتاعته قريبه منه، دي 100%. يعني النقطه اللي انا كنت كاتبها فوق هنا اللي هي فوق اهي، هي دي، ده قريب منه، قريب منه 100%، ده موافق لي، متماثل. فانا كده خدت فكره كويسه جدا ايه اللي انا هقراه بقى. انا هقعد اركز واعمل نمره واحد، نمرة اتنين، خدت وجبت البيبرات اخدها واخش بيها على سكوبت. بعد ما اخش على سكوبت اكون محضر بقى الاسئله اللي انا هقراها او اللي انا محضرها له، احطها له، هتطلع قدام مني ايه؟ النتائج. هشوف الفقرات، الفقره لقيتها قدام مني. ماشي يا دكتور، تعالى. حطيت تيبل كونتينس ودخلت الريفرنس بتاعتي، ده احضرهم الاول، احضر الحاجات اللي انا اسال عليها او الاستفسارات اللي انا عايز اسالها ليه، يعني اعمل لها كده زي ايه، زي جدول. جدول يعني ايه؟ نقطه عنوان اساسي وتحت منه اكتر من عنوان فرعي، دول اللي احطهم مع بعض، يبقى دول كده نقطه واحده، بحث واحد، عنوان كبير تحت منه شويه عناوين صغيره، احطهم واكمل. هشوف كملت كل الحاجات دي هحطها، وبعدين هكون داخل محضر الريفرنس بتاعتي، اسمها الاسم، كاتب الاسم وكاتب الاسر وكاتب السنه، احطهم له كمان ادخلهم له واقول له اشتغل. فاول شغلانه هيطلع لي القصه اللي حضراتكم شايفينها قدامنا دي، يعني دي اول 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 وش، يعني كده زي ما بيقولوا وش القفص، الحاجه العامه قوي اللي جابها لي. طب انا عجبتني حاجه فيها، هخش واشوفها استفسر فيها، لا ده انا عايزك تعمل فكر لي تاني، حور في الكلام، حور في الكلام. انت حطيت انت كلام، غيرت السؤال، غيرت الاستفسار، غيرت الاستبيان، وبالتالي انا بقى قدامي فكر من عندي، انا حطيته، سالته، رد عليا. طب انا يا عم انت ما لقيتش في اول البرنامج العام بتاعك ده اول الجوريزم، عندك سبعه تاني تقدر تفكر بيهم وتشوفهم وتشوف نتائجهم. خدت ده بقى كده وهتقراه، خدته كملف وورد هتروح تقراه وتقول اوكي انا تمام كده، هاخد ده وهاخد ده وهاخد ده. قاعد على
على سكوبت، فانت هتشيل ده، لا مش عايزه ده، عايزه مش عايز ان انا بشتغل على الكمبيوتر، واعمل لي يا عم درافت ده كله، راح مطلعهم لي. خدت الخلاصه وهتروح تشوفها، تحطها تحت بعضها وتبص فيها نظره كده بينك وبين نفسك، هتلاقي الدنيا بقت زي الفل. تخش على الخطوه الثانيه، خلاص انت جبت كل الحاجه هي قدامك، مش هفكر في برافريز ولا هفكر في اي حاجه خالص دلوقتي، انا جبت بس عرفت انا هعمل ايه، عرفت انا هعمل ايه، بخش على خطوه التنفيذ، الخطوه الثانيه اللي انا هعمل الشغل، هعمل بقى كوتشينير، هعمل استبيان، هعمل ايا كان طريقه الشغل اللي بتفترق من مكان لمكان، في زراعه غير تجاره غير هندسه، ماشي اوكي، عملت التجربه بتاعتي اللي انا هشوفها، وشفت المعايير بتاعتي اللي انا هكشف عليها، عملتها وقعدت طبعا عايز اشتغل انهي طريقه، انا حطيت قدامي ثلاث طرق، اخش تاني على البحوث تانية، هي ما خرجتش، اقول والله انا الطرق دي عايز اسال عليها هعمل فيها ايه، فاروح جايب لك، هلاقي اللي قريب مني او التوليفه اللي انا هتعجبني هاخدها، وابقى انا كده عرفت هشتغل، اشتغلت وتمام طلعت لي نتائج، اخد نتائج واروح احللها. وهتحللها ازاي؟ حاجه بسيطه قوي، انا واحد من الناس، انا بشتغل باكسل في كل التحليل الاحصائيه، كل برامج الاحصاء واحد مع اختلاف الشركات ومع اختلاف كم الداتا. حضرتك بتعمل بحث، انت مش حضرتك بتعمل، ما عندكش بيج داتا عشان تدور لي على حاجه زي ساس، حاجه زي اس بي اس اس، حاجه زي ار، انا مش عايز ده كله، انا عايز حاجه كده توضحها لي. ونصيحه يعني، خش على اكسل، واكسل في كل خطوه انت بتعملها شارح لك الداله فيها ايه، بيسموها داله اللي هي التحاليل بتاعتها، كل داله هتلاقيها كاتبها لك، حضرتك نزل نسخه العربي وهتلاقي الداله مكتوبه بالعربي. بعد كده حضرتك هتخش تاني بقى، خلاص خلصت انا وعملت تحاليلي، هخش ودي نتائجي دي برضو، اقول انا لقيت كذا، اسال بقى عن نتائجي دي، انا لقيتها احطها له هيطلعها لي تاني، ماشي هطلع النتائج تاني، هطلع النتائج المشابهه ليها، اخش على المناقشه اعملها، بعد كده هعمل الابستراكت بتاع الديسكشن، خلاص انا كده خدت الديسكشن، بعد كده اخش بقى على بقى اي حاجه تعمل لي اعاده صياغه برافريز زي ما انت عايز، اعاده نحو، اي حاجه تعملها، خلاص الدنيا انتهت بالنسبه لك وربنا يوفقك جميعا. تمام كده دكتور هاني، شكرا جدا، شكرا جدا، تمام ان شاء الله تفاعلت معانا النهارده كتير، تعبناك، ربنا يبارك فيك، بالعكس انا استفدت جدا والله ومبسوط جدا من الموضوع ده، ربنا يبارك فيك دكتور ان شاء الله. بالنسبه لي انا مش محتاج اكتر من كده، انا مش بس غير فاضل لي بس منطقه مرتبطه بالجزء الجزء التحليلي، وانا برضه هجربها زي ما الدكتور قال، مناقشه النتائج والمنهجيه بتاعه البحث، هشوف الحكايه دي برضه، لسه شارح ان الموضوع هيجيب نتيجه، بس جرب، انا لازم اجرب، محتاج أجرب. تحياتنا لحضراتكم جميعا، شكرا جدا، شكرا دكتور هاني، لنا الإعلان عن البروتوكول إن شاء الله على الموقع، وتحياتنا لحضراتكم جميعا، وتحياتنا لسيادة العميد، وتشرفنا جدا بمعرفته، ربنا يخليك، ربنا يخليك. شكرا دكتور، مع شكرا السلام. جزيلا، شكرا لحضرتك، شكرا دكتور سعيد، شكرا لحضراتكم، تحياتنا لحضرتك فات، مع ألف سلام، كل سنة وانتم طيبين، في أمان الله، طيب، بعد اليوم في أمان الله، مع السلامة، مع السلامة.